السلام عليكم، معاكم برنامج N3 من موسم الرياض، وبكل بساطة رح نتعرف على بعض الفعاليات ومن وين مصدرها في 3 دقائق. تعرفون وش دفعنا فيه 42 مليار ريال في 2018؟ السيارات، وجزء كبير من موسم الرياض مخصص لعشاق السيارات والمغامرة. بس خلنا ناخذها من الأول. في لندن القرن 19 الناس كانوا يتنقلون بالخيول كشخة، صح؟ لا، لأن الخيول العاملة عمرها الافتراضي 3 سنين، فالشوارع امتلت بجثثها اللي صار يتجمع عليها الذبان، ومن هنا انتشرت الأمراض والأوبئة، الله يجيرنا وياكم منها. لكن العلم جاب لنا حل جذري، اللي هي السيارة. طبعاً الشكر لكارل بنز، إيه بنز، مؤسس شركة مرسيدس، اللي اخترع أول سيارة عام 1885 ميلادي. زوجته بيرثا بنز حتى تثبت نجاح اختراعه ركبت السيارة ومسكت الخط هي وعيالها، وساقت بهم 12 ساعة وبدون ما تعلم زوجها. يعني في النهاية أول شخص ساق السيارة امرأة. وخلال السنين السيارة مو بس حلت لنا مشاكل كثير مثل سالفة الخيول، لا، هذه تحولت من حل لهوس. هوس السباق، دراج ريس، رالي، ناسكار، F1، حتى ماريو كار، وهذه عشانكم يا الجيمرز. ومع الوقت الهوس ذا تحول لرياضة عالمية. السعودية في هالمجال حققت إنجازات رهيبة من خلال أبنائها، مثل عبدالله بخشب، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يزيد الراجحي، وريما الجفالي اللي عمرها 27 سنة، شاركت في فورمولا 4 بريتش شامبيونشيب. لكن سيارات السباق ما هي مصنوعة للمدن والطرق العامة، فمن هنا انتشرت التعديلات. بالله لحظة صمت الكراسيدة، وطلعت السيارات الضخمة والشاحنات، وتحديداً مونستر جام اللي صارت محور أكثر من 350 فعالية سنوياً في 30 دولة. والمونستر جام نوعين، التقليدي يعني من سبق لبق، والفريستايل وهو عرض مدة دقيقتين في مساحة مفتوحة يمشون فيها على مطبات وسيارات خردة، وهالنوع من العروض خطير جداً. وعلى سيرة الخطر ما ننسى قائد المخاطر البريطاني تيري جراند، اللي حقق أرقام قياسية كثيرة، من ضمنها أسرع ترفيع لمدة ميل، وجلس أطول فترة على التندة والسيارة تخمس، ومن براعته فتح مدرسة تعليم القيادة الخطرة. بس حنا كمان مبهينين، وهذه حتى تيري ما يعرف يسويها. المهم بعض الناس أخذوا القيادة الخطرة لمرحلة ترفيهية مختلفة تماما، مثل فرقة بوليس أكاديمي، وهي مبنية على فيلم من أفلام أكاديمية الشرطة، ولهم 25 سنة يقدمون عروض حية حول العالم. وعشان تستمتعوا وتتحمسوا أكثر، تعالوا شاركونا في موسم الرياض. عندنا عروض بوليس أكاديمي، تيري جراند، كانون مان، مونستر جام، سيم ريسينج، فيرفورمان كيدز. يمديكم على العروض؟ خلونا نشوفكم في موسم الرياض.